ثلاثة. في إطار مبادرات المصالحة الوطنية، انطلقت من الجنوب قافلة السلام من مناطق مرزوقة ووادي الحياة ووادي الشاطئ ووادي عتبة وسبها لعقد المؤتمر النسائي الأول لمبادرة السلام بمدينة مرزوق لعودة المهجرين من أهالي المدينة إلى بلدهم. وتهدف هذه القافلة للسعي لرأب الصدع بين الفرقاء في البلد الواحد وإرجاع أهالي مرزوقة لمدينتهم ولتكون بادرة مصالحة وطنية بالجنوب. جئنا إلى مرزوق ونحن مدعين للسلام وإرساء مبادئ التعايش السلمي والسلام والمصالحة وطي صفحة الماضي وعودة النازحين لديارهم والمهاجرين لبلادهم. الصلح خير. ومن ضمن المشاركين في القافلة عضو المجلس البلدي وأعيان وحكماء كل من بلديتي وادي عتبة ومرزوق ومؤسسات المجتمع المدني بالبلديات المشاركة بالقافلة والنشطاء، حيث تجمعت جميع القوافل المشاركة ببوابة مرزوق لبدء دخول القافلة لتجوب شوارع المنطقة. الرحبة بالضيوف، الرحبة بالفعاليات النسائية اللي حضرت واللي قامت هذه الندوة أو المؤتمر في مدينة مرزوق وفي حوض مرزوق بشكل عام من وادي عتبة وفي مدينة مرزوق، وبنجاح فعاليتهم ونشرهم للسلام داخل ربوع جنوبنا الحبيب ومن انطلاقها إلى ليبيا بشكل عام إن شاء الله. هذا وعقد اجتماع بمرزوق وألقت فيه المبادرة كلمات للتعريف بها، ثم انطلقت القافلة مرة أخرى لبلدية وادي عتبة لتعريف أهالي مرزوق المهجرين والحضور بأهداف القافلة ومساعيها. وكان من ضمن المشاركين بالقافلة النائب الأول لرئيس بادرة السلام إبراهيم عثمان وحواء الزلاي وجميلة بلالو بتأمين مديرية أمن المنطقتين.